شيماء فين؟ شيماء مشيت؟ طيب دي فين؟ فوزي؟ انا فوزي. فوزي اهو فوزي. فوزي ولا فوزي؟ مش فوزي اي حاجه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اللي ورا سامعني؟ اتفضل يا نور. انا جاي النهارده اعمل ستاند اب. انا الصراحه كنت جاي اغني راب بس ما لقيناش جدوى من ال كريم، فقلنا نعمل نجوى بس. ف احنا هنتكلم النهارده بقى عن المعاكسات وعن الرابرز. ناس الحلو رابرز رابرز بيغنوا راب مهرجانات ايش حاجه. بص يا ابويا، اول حاجه المعاكسات. عندنا المعاكسات هنا في مصر طبعا. شوف الواحدة ماشية بس الجنس التلفزيون. لا بس التلفزيون ده مش عندنا في مصر هنا. لا 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 لا. المهم تلاقي الواد ماشي وراها. لا جميل انت ابو عيون عسلية يا قمر، اما انت خفيفة على المعدة زي السمان. قلنا يعني في موقف كده حصل معايا بسبب معاكسات. ما بقتش عاكس الصراحه، حصل قدامي. كان في واحد ماشي في السيده عيشه، طبعا كلنا عارفين يعني هيركب مواصلات. فبنت ماشيه، فماشيه هي واثنين صحابها او اخواتها، فعكست فراح امسك ايدها كده. ما بقتش معاكسه، تحولت من معاكسه لتحرش. فالواد ده يا ريته ما كان مسك ايدها والله، سيب عليا. خد نص وقع على الارض، والتلات بنات نطوا فوقيه كالوه علقه كالوه علقه. يا ساتر يا رب. الواد بقى الشباشب مطبقه على وشه. انت يا فوزي؟ لا مش انا، مش انا. الحمد لله الحمد لله. ما بعكس ما بعكس والله. سيبكم انتوا بقى. لا دلوقتي سواق التوك توك ماشي بتاع شغل الاغاني وراب بقى. يومين دول الظاهره الغريبه التكاتك بقى مش شغاله راب، مش عارف ايه وبتاع. واديني فرصه اقول لك بصراحه ما تعرفش في ايه. المهم كنت راكب توك توك، المهم فمشغل راب. فبقول له ايه ده يا ابويا؟ قال لي ده امسي امين. امسي امين مهرجان الراب الشرقي ولا الشعبي ولا اه اه ده امسي امين. بقول لك فرصه اقول لك بصراحه معاك حاحا و المهم ف بره النت بقول له ما تشغل لنا مهرجان كده حاجه تمنجهنا. قال ما ده حلو برضه مش حلو يا كبير، ومسي عليك وطلع لي بتاع كده وقضي الحياه. ما بقيناش نركب تكاتك تاني وكتاب الله. سيبكم انتم من الموضوع ده بقى. بالنسبه للراب، ايوه الراب لما تلاقي واحد بيفري في سيركلايه وقاعد يقول كلام مش مفهوم، انت تبقى عايز تقول ايه؟ يا عم يا حبيبي يا ابويا، نفسي افهم لك جمله، نفسي اعرف لك حاجه مفيده، انت رايح وجاي منين؟ سيبك سيبك سيبك. دلوقتي الناس بتاعت الراب فاكره ان الراب كله ايدي الساق. والله العظيم غلط يا جدعان. المبدا ده المبدا ده غلط. ليه؟ لان احنا كده اختلفنا يعني الدول الثانيه. اختلفنا ايه والله عن الدول الثانيه؟ كده في ناس بتتضرب لما تنزل. انت يا ابويا حبيب والله. فالمهم الراب يا ابويا هي بس كلمتين عايزين نقولهم. الراب الراب هنقولهم حاجه بس. انا خلصت؟ الراب هنقول حاجه بس بصراحه. خلاص يا عم. الراب ايه؟ هو الراب عموما الراب وليد رساله. وليد او كريم لسه ما نعرفلوش اسمه. رساله. المهم الناس اللي بتراب عموما نصيحه نصيحه وكتاب الله، وانا ماشي بيها انا كمان. كتاب الله نصيحه مرهفه. وللراجل ده عشان شكله بيراب، لا بيلعب بيت بوكس، انا معاك بيلعب باي حاجه ماشي. اهم حاجه بس يا جدعان، اهم حاجه الناس اللي بتراب هنا والله يعني اهم حاجه يعني بلاش في الاغاني نشتم والله العظيم. لان احنا فعلا لو تلاحظ ان الشعبي طلع عن الراب طلع بمراحل. احنا بلاش نشتم. والله الراب كلام. خلصت؟ لا ما انا والله خلصت. قفل يعني. خلص كلامي.
وقت خلص. طيب حضرتك خلص اهو خلص. ما تقفلش. لا ما توزرش. ما تسحر. ثانيه طول حاجه.